أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا بيان للجالية المسلمة في مدينة فينيكس وضواحيها بشأن صيام هذا رمضان. أحببت أن أقول فيه لإخواني وأخواتي إن بلوغ رمضان نعمة كبرى يقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون، فهو شهر ليس له في سائر الشهور مثيل، وصيامه اختصه الله تعالى بنفسه، فقال في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وجعل ثواب الصائم في رمضان لا يعدله الثواب ولا يعرف مقداره أحد سواه. ثم تفضل الرحيم على عباده فرخص لعدد من الناس وعذرهم في الإفطار فيه، منهم المريض والمسافر وكبير السن الذي لا يقوى على الصوم أو يشق عليه. وأضاف مع هذه الأعذار في النساء الحبل والرضاع وعوارض الحيض والنفاس، وجعل هؤلاء أساسا للقياس يقاس عليهم من كان قريبا منهم من كل من يشق عليهم الصوم بسبب من الأسباب. ولم يوجد من بين هذه الأسباب زمن الوباء كهذا الزمن الذي نعيشه الآن مع وباء كورونا، ولم يكن في الأمة من العلماء من أبطل وعطل هذه الفريضة بسبب وباء كالطاعون وغيره. ومن قال بتعطيل الصوم هذا العام فهو مفتات على الشرع. ولعل البعض ممن قال هذا اغتر بقول الفقهاء أن الصحيح إذا خاف على نفسه المرض جاز له الفطر، فإن وهذا الكلام الذي نقلوه كلام مبطور عن أصله، كقول القائل: فويل للمصلين، دون أن يذكر قول الله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. والصحيح في هذا الكلام أن الصحيح الذي ذكره الفقهاء أن الصحيح إذا خاف على نفسه المرض بالصوم، إذا خاف على نفسه المرض بالصوم بغلبة الظن وليس بالوهم. وغلبة الظن تتكون عند المرء بأمارة أو تجربة، علامة سابقة أو تجربة ولو كانت من غيره عند اتحاد المرض، أو بإخبار طبيب مسلم حاذق غير ظاهر الفسق. والحاذق هو من له معرفة بالطب تامة، فإن أفطر بغير هذه الشروط أو معتمدا على قول طبيب غير حاذق فهو آثم تلزمه الكفارة مع القضاء، والكفارة إطعام 60 مسكينا. والخلاصة التي يجب المصير إليها من خلال هذا الكلام أنه أولا كما سبق وقلنا لم يسمع في الأمة على طول تاريخها من عطل الصوم بسبب الوباء كالطاعون وغيره، بل إنه في أصعب المواقف وبريق السيوف على الرؤوس لم يتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرارا كهذا، بل كان في الناس الصائم والمفطر. ثانيا أنه يجب المصير إلى حذاق الأطباء في مثل هذا الأمر، فهم الفقهاء، وقد أفتى الأطباء وهم أهل الذكر في هذا الأمر بأن الصيام يقوي المناعة، وهذا ما يحتاجه الناس في هذا الوباء، يحتاجون إلى مناعة قوية، وعليه فالصوم دواء وليس بداء. ثالثا أن من تعلق بالحاجة إلى ترطيب الفم الذي أوصى به الأطباء كسبب للفطر هذا يجهل أحكام الصيام، لأنه يجوز للصائم المضمضة من غير مبالغة ولو بقصد ترطيب فمه، كما يجوز له الانغماس في الماء البارد في الحر الشديد بنية ترطيب بدنه. وإذا كان ضرر جفاف الفم يزال بالأقل المباح وهو المضمضة فلا يجوز السيرور إلى الأكبر وهو الفطر. رابعا وهو الأهم أن أكثر الناس يتكلفون الصيام بمشقة لنيل فضيلة الصوم في رمضان، ومعظم هؤلاء إذا علقت بأعناقهم القضاء فإن الكثير منهم لن يقدر على قضاء أكثر من 3 أيام، وتلك مفسدة عظيمة. ولذلك فأنا أدعو الجالية إلى الالتزام بصيام الشهر، فذلك هو الشرع وهو الصحة، ومن احتاج إلى ترطيب فمه فليتمضمض كما شاء من غير مبالغة حتى لا يدخل الماء إلى الحلق. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا على صيامه خير صيام وقيامه غير قيام. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.